اسبوعين على ما افتكر كنا اتكلمت مع حضراتكم وشرحنا عن فكره كيفيه صناعه الاحباط انتشار الياس. النهارده هنتكلم تاني عن فكره انتشار وصناعه الاحباط مره تاني وانتشار الياس تشكيك ومحاوله تفكيك طول الوقت الايادي المترابطه والمتشابكه للشعب المصري. حرب احرب حرب تشكيك وحرب عدم ثقه وحرب احباط يوصل لك لاحباط وتحس كده ان انت ايه الحياه دي اللي ملهاش اي لازمه وما فيهاش اي حاجه تستاهل فكره الاحباط. تخيل لما تبقى طول الوقت حد مصر انه يصدر لك الياس والاحباط وان انت لا انت صعب ان انت تبقى كويس، انت مش هتبقى كويس طول ما انت من غيري، انا وجودي في حياتك هو ده اللي هيعمل لك كل حاجه كويسه بما فيها النهضه. النهارده هنتكلم تاني على فكره إيه مين بيصنع الاحباط والياس وليه عايز يوصل لك لده وليه عايز الفكره تنتشر وتعم، فكره الاحباط فكره الياس. احنا كمان مطلوب مننا ايه وازاي نواجه النوع ده من الحروب؟ هي حروب حروب. ليه حروب؟ بتسقط دول؟ بتسقط دول. ما هي الحرب النفسيه، ما هو ده نوع من انواع الحرب النفسيه. الحروب النفسيه على فكره معمول فيها كتب ومجلدات من زمان من سنين السنين، كتب والله ومجلدات اللي هي فكرة الحروب النفسية. شكل اختلف دلوقتي، طبعا الشكل اختلف دلوقتي عن زمان عن زمان، شكل اختلف دلوقتي، بقى في سوشيال ميديا، بقى في اعلام عنده درجة من الفجر والتبجح غير طبيعية لي الامور وقدرة غير طبيعية على الكذب، فبالتالي ده نوع جديد من انواع الحرب النفسيه. طب انا اسيب نفسي بقى كده اللي رايح واللي جاي ولا لا؟ طبعا لازم ده يتواجه، لازم ده يتواجه. ويتواجه ازاي؟ اولا يتواجه بانه احنا لازم يبقى عندنا ثقه كويسه قوي في نفسنا، في نفسنا كشعب، نحن نقدر، نحن نستطيع، وفي نفس الوقت ان احنا نواجه ده بصناعه امل. عايز اقول لحضراتكم انه من سنه، من سنة بالظبط زي النهاردة، من سنة مصر أطلقت استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لو حضراتكم فاكرين. تم التشكيك فيها وتم محاولة إفسادها اللي انتوا بتقولوه ده واتعمل عليها شغل وساعات من الهوى والبث المباشر وساعات على السوشيال ميديا لا تعد لا تعد ولا تحصى. وبعدين شافوا لهم موضوع تاني. من قيمة كام شهر مش كتير تم إطلاق الحوار الوطني وأيضا تم التشكيك فيه ومحاولة إجهاضه قبل بدايته. أنا بتصور إن الحاجات دي لما تحصل، يعني أول ما تلاقي هجوم كده فجأة على حاجة ومحاولة تجذبها ومحاولة مش تجذبها والتشكيك فيها كمان وتاخدك لأغراض تانية خالص، لازم ننتبه ولازم نتوقف، لأنه احنا الحقيقة كنا مرينا بفترة صعبة جدا جدا وشفنا بعيننا حاجات كتيرة قوي احنا كشعب مصري، وإكمننا احنا شفنا بعيننا حاجات كتيرة قوي وقلت الوعي عندنا اشتغلت الحمد لله بشكل سريع وما لحقناش نقع ونغرز الوقعة والغرزة اللي شعوب كتيرة حصلت لها وبلادها الله أعلم هترجع ولا مش هترجع، وناس كتيرة قوي من الشعوب دي وشعوب كتيرة قوي من البلاد دي موجودين عندنا في مصر ضيوف لأن هم مالهمش عنوان، لأن هم خلاص بلادهم ضاعت أو بتضيع، ويا عالم هترجع تاني امتى. اتكلمنا في ده كتير، اتكلمنا فيه كتير، إنما نبطل كلام؟ لا بالعكس، من وقت للتاني لازم ننتبه، لأنه اللي بيحصل لأنك أنت البلد الوحيدة اللي واقفة على رجلك، فلازم من وقت للتاني ننبه بعض ولازم ننتبه. طيب
فكره مثلا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي اتعمل فيها لغايه دلوقتي، طيب فكره الحوار الوطني، فكره انه مشاريع اللي طول ما انت بتشتغل فطول ما انت عامل للطرف الاخر اللي هو العدو عامل له مشكله، لان وانت ايه مفيش حاجه بتاثر فيك، واحنا كل ما بنحاول نهدك انت برضه بتشتغل حاجات كتيره قوي هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني في الحلقه. هيشرفني وهيكون معايا ان شاء الله استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، وايضا هيشرفني الكاتب الصحفي الاستاذ عزت ابراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وهنتكلم في ملفات كتيره جدا.